يجب أن نثق في علمائنا، يجب أن نثق في العمل اللي قمنا به منذ بداية الوباء. لاحظتم بأن نعمل بطريقة منهجية بمقاربة عقلانية علمية. يجب أن نثق في الأطباء، يجب أن نثق في اللجنة العلمية، وبإذن الله سنأخذ القرار اللازم المناسب لاختيار اللقاح الذي يتماشى مع ضمانات كبيرة. يجب أن لا نتسرع أو نأخذ بطريقة عشوائية اختيار لقاح هذا أو ذاك، لكن عندما نأخذ القرار يجب أن تكون عندنا الضمانات 100% بأننا اخترنا اللقاح الصحيح. هذا شيء مهم جدا، احتراما لشعبنا، احتراما لمواطنينا، وانطلاقا من العمل العلمي والمقاربة العلمية اللي قمنا بها منذ بداية الوباء.